ايام حلوه قضيناها في لبنان، بعرف سوبر وحمامه وبحمدون وعلي ولحشت المحن بقى بكفي بقى. يا اخوي نعم، تعال تعال معي على تكساس. وين بتجي هاي تكساس؟ في امريكا يا عم. شفتها اكلت تكساس في امريكا. This I عربي مثلي. هلا فوق الخيل فوق الخيل، شد العزم شد الحيل. فوق الخيل فوق الخيل، شد العزم شد الحيل. الله واحنا فين؟ تكذب كده ليه يا واد؟ انا بطل العبور وبطل الغفران، انا السادات. سادات لك شو ايامك بقى الحشرة؟ كذبك بأيم الأموال. لك على الواحد ما عادش يقدر يكذب كذب أيام قوي. عايز تكذب اكذب زي ما انت عايز، على لسان العايشين. العايشين انتوا انت القوم، العايشين شو بيعملوا فيا؟ مش ضروري تكذب. وكيف الجلسة بدها تحلو يا سي أنور؟ عايز تحشرني ليه بحرب النكسة؟ احنا ما ضربناش العدو. موريس بوصلي اهلا وسهلا فيك بحلقتنا لليوم. نحن وياك كنا عم نسترجع الاعمال الكبيره يلي قدمتها خلال مسيرتك على 50 سنه. تذكرنا هالمسرح الراقي ويعني يلي هو تراث بالنسبه لنا، معنا بها ابو الحسن وكبار ايضا. 50 سنه بدنا نقول بالتمثيل، الدوبلاج، الاخراج الاذاعي، الوثائقيات، الاعلانات، يمكن ما في شيء ما خليته ما اشتغلت فيه بمجال الفن. خبرنا عن هالمسيره. حقيقة أنا بحب الفن كتير، وقد ما بحب الفن ما في شغلة تركتها ما اشتغلتها. مخرج إذاعي وبعدين ممثل إذاعي، ممثل تلفزيون، يعني كل شيء اشتغلته. وبعدين المسرح اللي عم نشتغله وما خليت شيء أبدا ما اشتغلته، وكله بمتعة يعني عن محبة بحبها لهاي الشغلة كتير ما شوي. أنت كنت تبحث عنهم؟ يعني عادة الفنان يمكن بيتخصص بمجال معين أو مجالين بس، هني كانوا يعيطوا لك ولا أنت تلاقي حالك؟ ما بعرف كيف كانت تصير الأمور. لا أنت بس تنجعي بمطرح بيصير البواب بتفتح. بيصير البواب بتفتح ورا بعضها، يعني إذا كنت بالمسرح كويسة، عندك الصوت، عندك الحضور، عندك فبيبعت وراك بغير مسرحية. نعم. وأنا كنت في شغلة عندي كتير مهمة، بحب الكاركتير، يعني انا كثير لعبت كاركترات، يعني لعبت في مسلسل تلفزيوني بتذكر لعبت، ما راح اقول مشان ما حدا يصير يقول يمكن عم بيحكي زياده او كذا، بس لعبت كاركترات بشكل رهيب وعلمت وتركت اثر بذهننا. يعني هلا الشخصيه العربيه مثلا هاي شخصيه، انور السادات شخصيه ثانيه. نعم. لعبت المكفوف، لعبت الاعمى، لعبت المشلول، لعبت ما خليت شيء ما لعبت يعني. هالمشاهد اللي كنا عم نشوفهم قد ايه صار لك منك شايفهم؟ صار لي زمان. زمان كثير. صار لي زمان. البداية كانت من سنة 1967، فينا نقول انه هيدي المرحلة كانت ايام العز بالتلفزيون، تعاملت مع فنانين كبار بالعالم العربي من صح. مصر فينا نذكر محمود المليجي، هلا صدقي، ومن سوريا الفنان دوريد لحام بصحة النوم وغيرهم. شو بتترك عندك هالايام من ذكريات؟ يعني أنا اشتغلت مع الكبار وبسعادة مطلقة. أنا كان أول استاذ لألي بلشت معه رشيد علامي. رشيد علامي كان هالي، مش بس شخصية وحضور، كان هالي يعني، كان بس يحط إيدي علي هيك يقول لي يا ربيع، حس إجري صاروا يعملوا هيك، لأنه كان علي الصوت والحضور والكذا. وبعدين أنا تلميذه بعد منه، اشتغلت مع الكل، لقيهم مش مثله عندهم هيك هالحضور هالوهرة. كان له وهرة رهيبة علي. هاي ساعدتك الوهرة؟ ايه طبعا، حملتك مسؤولية بس يمكن عطيتك هيك دفع. صحيح، انا اشتغلت معه بقى على كتر ما كان له علي وهرة. اشتغلت بأبو ملحم الأيتهيني، اشتغلت مع محمود المليجي، مفروض واحد يصير يعمل هيك، كنت كتير طبيعي. يعني أكيد قدي بس نشتغل مع الكبار نحن من كبار طبيعي، الكبار بيريحوكي. يعني الكبير لما بتمثلي أنت وياه بتحسيه عم بيعطيكي، اللي يبقى جديد ما بيعطيكي، يعني أنت بدك تعطيه وأنا شو عندي لعطيه يعني. فالكبار الكبار كتير بريح التمثيل معهم، خاصة إذا كان أستاذك، يمكن أنت بتعتبر حالك قد ما كان أنت تلميذه وحملك مسؤولية كمان أنك تكون معه على المسرح، هذا كمان بيحملك مسؤولية إضافية. صحيح، أنا إنه بدك تكون عند حسن ظنه دايما.
صحيح. انا مره كنت عندي تمثيلي بابو ملحم، فبيقول لي ابو ملحم، بيقول لي موريس اخر مشهد امك بدها تفوت وبكتلت انت وياها وهي عمية وانت بتكون تلتقوا دخيلك اخر مشهد، اذا ما زبط بتروح الحلقه. والله انا ماني عارف اذا بتزبط ولا لا، يعني انا شو بعرفني شو بده يصير معي يعني. فكنت قالوا لي ابنك ميت، وانا قالوا لي امك توفت والى اخره، وهي عمية بتشتغل ببيت ابو ملحيم، وانا كنت عامل لها معزوفه بعيد الام. فلما اللي بلش دق انا، منين اجت الدموع؟ منين اجاني هالبكي؟ والله ما بعرف. فاتت علي هي وغمرنا بعضنا، يشهد الله انا حضرت التمثيليه صرت ابكي اكثر من وقت اللي مثلتها. حلو. ايه هذا يعني انه الفنان لما بيكون عم يتحمل مسؤوليه بعيشها، يعني ما بيلقيها على غيره او ما بيعطي مجال للفشل، بيقول انه انا خلص بدي اعيش الحاله. شو بيصير مع الفنان بالضبط؟ الفنان ما بده يتفلسف، يعني كل شيء بده يشتغله بده يعيشه. اذا ما عشتي ما بتوصلي. نحن فنانين اشتغلنا على الهوى. يعني نحن كنا على الهوى اشتغل بتمثل مباشر، صحيح، ممنوع نحنا... الغلط ما فينا نعيد ابدا. انا بابو ملحم مثلا يقول لي توب هيدا المشهد، توب هيدا المشهد، نركض من مشهد لمشهد وعلى الهوى. يعني ما في مزح ما في لعب، كانت مسؤولية كبيرة. اليوم بيعيدوا المشهد 10 مرات وبكل قلة مسؤولية يلا خربطنا ما عليه شيء كذا. نحن مين يسترجي خربي؟ هيدي أصعب مدرسة. صحيح. خلينا نروح معك لهالأيام الحلوة، خبرنا كيف كانت أجواء التصوير مع هالكبار يلي بعدنا لهلأ هيك عنا حنين كتير كبير إن نرجع نشوفهم على الشاشة، كيف كانت الأجواء؟ كيف كان التعامل معهم؟ بتصدقي التعامل معهم كنا نحن متشربين إنه على الوقت على التكة. يعني بتذكر في واحد تأخر على البرنامج 4 دقايق. نحن كنا نعمل بروفا من 3 للـ6، 7:30 نطلع على الهواء. تأخر من 3 لـ3:04 وقفوا البرنامج وقال له ابعتوا ورا ممثل يحفظ دغري نحن على الهواء. وكفوا بغيره تيربوا غيره. هل لأنه كنتوا على مباشر كان في هالقد صرامة وجدية وممنوع الغلط وممنوع إنه نسامح بهيدا النوع من الأخطاء؟ إيه طبيعي، يعني ما منعطي فرصة أخرى إنه ما لازم نتعود إنه نتأخر، ما لازم نهمل. طبيعي. تصوري أنت مثلا بلشت تمثيلية والممثل مش موجود، في إرباك ستنا، الإرباك بيصير مش للشخص، صار إرباك لكل التلفزيون للشاشة، تطلع على الهواء منه مرتاح. يعني هيدا الشيء على كل حال يلي بيّن اليوم لما وصلت قبل بوقت من تصوير الحلقة، وصلت قبل بساعة أو أكثر أستاذ مصلي. حدا بيصدق أني ولا مرة بعرف بجي على الوقت، دايما بجي قبل بوقت وبصير مستحي، يعني بقعد بالكوريدور بعمل هيك بقول أنا قاعد عاقل ما عم بعمل شيء، بس أنه ما بحب أتأخر. شو حلو. حكينا عن الكبار لما يلتقوا بالجيل الجديد شو بيعطون من بعد 50 سنة خبرة حضرتك كفنان كبير، هلأ شو بتنقل للجيل اللي جاي وكيف بتشوف الجيل الجديد؟ الجيل الجديد عم يتعب لأنه هو عم بينبش، هو عم يعمل ريشيرش، هو ما عاشر الفنانين الكبار. يعني اجت الحرب الكبار قعدوا وما بقى في شغل وإلى آخره، فما تعلم منهم. نحن منتعلم من بعضنا. يعني بس ليه استاذ كبير بتصير عم تتأمليه كيف عم يشتغل كيف عم بيحس كيف، نحن اللي اجوا جديد هن عم ينبشوا عليها لأنه ما شافوا الأساتذة القديمين. يعني رأيك أنه هن هلا بمرحلة أصعب من المرحلة اللي أنتوا كنتوا فيها؟ إيه هن من هيدي الناحية بالذات؟ صحيح، هن عم ينبشوا على الشخصيات جديد وعم يتعبوا، يعطيهم ألف عافية. بتساعدون وعلاقتك بالفنانين كيف؟ علاقتي أنا كتير كويسة، أنا والفنانين بحبهم، ما هيدا الجو هيدا جوي هيدا حياتي يعني. فأنا كتير بحبه. بعدك صاحبة مع هيك أسماء معينة فنانين كبار؟ كلهم أصحابي. يعني اليوم مثلا كنت أنا وأبو سليم، أنا بحبه كتير أبو سليم، ونوجه له تحية. كيف أبو صحيح. سليم هيدا فخرنا وإستاذنا طبعاً. وأنا لليوم في إستاذين بحسهم الأعمدة تبع النقابة القديمة،
هن الأستاذ ميشيل تيبي طبعاً كان ضيفنا من وجه له ألف تحية والأستاذ صلاح تيزاني اللي هو أبو سليم. شو خبرك اليوم صلاح تيزاني الكبير؟ أنا بحبه سليم. كتير يعني لا حكينا أشياء هيك. بشو بتحكوا وقتها بتلتقيوا وقتها بتحكوا مع بعض؟ نحكي عن الماضي لأنه عم نحكي عن الماضي. أبو سليم عنده برنامج يمكن هلأ عم بيشتغل قالوا له خليك بس طلع على الشاشة الناس بتحبك فلو طلع أبو سليم بيعب الشاشة القديمين ما تفتكري ضروري يمثلوا وجودهم بحد ذاته بيقعدوا على في ناس بتحبهم صحيح شوفهم صحيح مجرد ما أنهم يحكوا تشوفهم يعرفوا أخبارهم هيدا شيء كتير مهم لقلهم. أنا بتذكر مرة بنتي قاعدة بتوفى فنان مصري كبير فوت على البيت بلاقيه عم تبكي من عقلها قلت لها بابا أنت ليه عم تبكي شو لك دخلي يعني ممثل مصري قلت لي بابا الممثلين القديمين منحسهم اخوالنا عمومتنا اهلنا اللي عايشين نحن وياهم بنحبهم تربينا اعمالهم صحيح لانه بنت فنان بنتك لا يعني كل الناس تقريبا بتحس انه بيقربها الفنان بدنا نحكي شوي عن المسرحيه الجديده يلي هي لازم نحلم صحيح عنوانها حلو لازم نحلم بشو لازم نحلم؟ لازم نحلم كل شيء لازم نحلم كل شيء منيح يعني نحن عنا مسرحيتنا بتحكي عن وضع البلد يعني أنا دايما موجعني وطني موجعني أرضي موجعني ابن بلدي يعني أنا عندي وجع كتير كبير هالبلد خامل نايم قاعد بيوصل بيه على مدينة بلاقي كل الناس نايمة كل الناس قاعدة بيقولوا ليش قاعدين ونايمين بيقولوا ما معنا مصاري نحن كل عيد منجيب الغراض تبع السنة الماضية منعمل عيد ومنمشي شو بدنا نعمل ما في قال لهم طيب إذا أعطيكم حبوب الميل والتعاون والسعادة والأمل بتساعدوني قالوا له إذا في حبوب بيعملوا مصاري وبيعملوا شغل أكيد بحقيقوا لنا أحلامنا أكيد لا بيصيروا ياخدوا بالحبوب ويزاودوا على بعضهم إلى أن صارت ضيعتهم أحلى ضيعة وبالآخر بيقول لهم يا أهل الضيعة ضيعتكم صارت أهم ضيعة موجودة بالمنطقة لأنكم أخذتوا بيقولوا له بفضل حبوب بيقولوا لا حبوب المال والتعاون والسعادة والأمل هن موجودين فيكم بداخلكم مشان هيك وصلت ضيعتكم لهون هذه الرسالة يلي لازم توصل للكبار ولا للصغار كمان هي للكل أنا مسرحي شامل يعني بس عن الفن يلي بتحبه كتير واللي حكينا قد هيك عندك عشق لهيدا الفن ركزت على مسرح الأطفال لا. ليه تخصصت بهيدا المسرح؟ لأنه أنا في إشي بدي أقوله ما قلته بالتلفزيون ما قلتها يعني أنا بمسرح الأطفال حكيت عن البيئة اللي موجعتنا عملت مسرحية اسمها البيئة ببلادنا مستقبل أولادنا من أوائل المسرحيين يلي ابتدأت لموضوع البيئة صحيح عملت الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة هيدا اللي بيطلعوا علي على الدرج ليش تركينهم بده يطلع على الطابق الثاني تيرسم ما قدر يطلع كان فيها وجع كتير كبير بعدين خيو بالمدرسة خيو بكامل صحته بيزعل بيقول لأمه ليش أنا هيك بتقول له شو هيك خيك بيركض خيك بيعمل سبور خيك بيشتغل أنت الأول بالكمبيوتر يعني كل إنسان بالحياة الله عطاه شيء نعم فاشتغلت عليها اشتغلت حقوق الطفل الحقوق الشرعة العالمية نعم. ما بتشتغل المشاكل مسؤولية كبيرة إنك تكون عم تتوجه للأطفال إنك توصل الرسالة اللي بدك توصلها شو بيفرق مسرح الأطفال عن مسرح الكبار وكيف بتشوف تفاعل الجمهور من الأطفال معكم ستنا التفاعل عندي أنا بمسرحي إذا شفنا شيء بتشوفي كيف التفاعل لأنه عندي أنا بهمني الطالب يكون مبسوط مش بدي أعمل شيء حتى هيك أعمل شغلات ما ألا معنى أنا المسرحيات إلى الهدف التربوي والثقافي ولكن أنا بدي فيها دبكي فيها رقصة فيها فولكلور فيها سعادة بدي أكون مبسوط فيها وقت ممتع وفيها تسلية وإفادة بنفس الوقت صحيح رح نشوف سوا بهالفيديو تفاعل أطفال مع مسرح موريس بوصلي طول عمري I'm gonna go
يعني هذا تفاعل الأطفال اللي شفناه هو الجائزة اللي بيحصل عليها موريس مصلي من بعد كل عرض مسرحي. صحيح ستنا، بدي أقول لك شغلي، أنا أسعد ما يمكن طفلي من ذوي الاحتياجات الخاصة جاي على العكاز هيك بتوصل لقدامي بتقول لي ميرسي عمو كثير حلو المسرحيه. نعم. انا عندي هاي بتسوى الدنيا كلها. نعم، بالنسبه للتكريمات للمسرحيين هيك بدنا شوي نسلط الضوء سريعا على التكريمات يلي عم بتصير. وين موقعكم من التكريمات انتم كمسرحيين ومتخصصين بالاطفال؟ تكريمات بلبنان ما تعودوا يكرموا مسرح الاطفال، مع انه مسرح الأطفال هن أجيال غد. نعم. أنت عم تزرعي. يعني أهم شيء أنت عم تعمليه بالحياة عم بتربي وتزرع. طبعا مسرح الأطفال ما في له تكريم بلبنان، بعدهم بيكرموا الكبار. نعم. يعني مثلا أنا ما بدي انتقد اللي عم بيكرموا واللجان اللي عم بتكرم، ولكن في شخص بيجي ثلاث مرات أربع مرات بيتكرم هو زيته حتى بالآخر صار مستلجئ فيهم، بقولهم يلا هاي الرابعة. ولكن اسم كبير مثل صحيح، ولكن اسم كبير مثل موريس مصلي يمكن تلفت النظر لهالشخصيات يلي عم تقدم هالتكريمات للكبار، لكن هن يمكن غافلين او مش منتبهين. مش لازم نحن الصوت يوصل من خلال، او انت برايك لازم نحكي ولا لا، او هل حكيت بالسابق عن هالموضوع؟ ستنا لا، ما بيهمني. يعني انا اللي بيهمني اذا هن بدهم اياني، بس انا افرض انه كرموني حرام. ولكن على كل حال يعني الاطفال يلي كنا عم نشوفهم هيدا اكبر تكريم. اكبر تكريم الصدق يلي بيبين منه. بدنا نرجع نذكر هيك سريعا مسرحية لازم نحلم. وين عم تعرض؟ عم تعرض على جميع الأراضي اللبنانية. أنا بخلص طرابلس، يعني من عكار لحدود شكة بخلص، بجي على كسروان بخلص، بمشي على صيدا عندي بحدود 7,000-7,500 شخص، شمال للجنوب على البقاع. طب ما طول عليكم، على زحلي على كل لبنان، جولة لبنانية. صحيح، وبتخناي كنا المرة الماضية نيحة، بتخناي المناطق اللبنانية كلها. ما حدا بيعرف قديش سعيد أنا بمعرفتي على هالمدراء وعلى هالمدارس وعلى هالناس وعلى هالأطفال الموجودين بالمناطق. كل التوفيق لك الفنان موريس مصلي، شرفتنا، أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله رسالة هيك بتكفي بعد لسنين كتير لقدام. خليكم طول. انا فخور جدا اني موجود اليوم عندكم. نحن ايضا شكرا. يا هلا فيك، نورتنا. مشاهدينا بريك، ومن بعدها بنرجع لمتابعه تحلى الحياه. خليكم معنا.